صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وهل هذا يتعارض مع قوله تعالى؟ نعم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم على صورته؟ نعم، آدم له صورة، والله جل وعلا له صورة. الله جل وعلا له سمع وبصر، وابن آدم له سمع وبصر. الله يتكلم وابن آدم يتكلم، وصفات الله تختلف عن صفات المخلوقين، ومنها الصورة، منها الصورة. فلا شك أن هذا كسائر الصفات التي جعلها الله للبشر، ونوعها موجود من صفاته سبحانه وتعالى، ولا تعارض بين هذا وهذا. نعم.